السلام عليكم أصدقائي الصغار، مرحبا بكم في درس جديد من دروس الرياضيات بعنوان إنشاء أشكال هندسية ومع الحصة الأولى. فكما تعودنا أصدقائي قبل الشروع في إنجاز أنشطة الحصة الأولى من هذا الدرس، دائما ما نفتتح الحصة بأنشطة الحساب الذهني، فركزوا معي جيدا، انظروا للسبورة. إذن في تسعة، في تسعة، جيد جدا. إذن كما تعودنا سنقوم بضرب تسعة في هذه الأعداد المعروضة عفوا أمامكم. جيد، بسرعة، ممتاز. إذن قوموا بضرب تسعة في هذه الأعداد، أحسنتم. جيد جدا. إذن لننجز هذا النشاط الآن جماعة. صفر ضارب تسعة، صفر، واحد في تسعة، تسعة، اثنان في تسعة، ثمانية عشر، وتسعة في ثلاثة، سبعة وعشرون، وأربعة في تسعة، ستة وثلاثون، وخمسة في تسعة، خمسة وأربعون، ستة في تسعة، أربعة وخمسون، سبعة في تسعة، ثلاثة وستون، ثمانية في تسعة، اثنان وسبعون، وتسعة في تسعة، واحد وثمانون، وعشرة في تسعة، تسعون. دائما مع العدد تسعة، لكن الآن سنغير الإشارة، إشارة الضرب سنغيرها لإشارة أخرى، ألا وهي إشارة زائد. سنضيف الآن تسعة، بعدما قمنا بضرب تسعة الآن سنضيف تسعة لهذه الأعداد. لاحظوا جيدا، إذا قوموا بإضافة العدد تسعة. جيد جدا، ممتاز. زائد تسعة الآن، أحسنتم، ممتاز، جيد جدا. إذن لننجز هذا النشاط جماعة سنضيف الآن تسعة، تسعة زائد صفر، تسعة، عشرة، إحدى عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر، ثمانية عشر، وأخيرا تسعة عشر. جيد جدا أصدقائي الصغار، والآن سنمر لإنجاز أنشطة الحصة الأولى، فركزوا جيدا. السؤال يقول: أتمم رسم القطع كما في المثال، واحد مع واحد. لاحظوا هذا المثال، القطعة تصل ما بين نفس العدد واحد واحد، يعني بنفس الطريقة سنقوم برسم هذه القطع، برسم هذه القطع. جيد جدا. إذن باستعمال ماذا؟ باستعمال قلم ومسطرة سنصل هذه القطع. إذن بعدما قمنا بإيصال واحد مع واحد، سنصل الآن اثنان مع اثنان. لاحظوا اثنان، اثنان مع اثنان، هكذا
جيد، إذن حصلنا على قطعة، على قطعة. نفس الشيء بالنسبة واحد اثنان، سنصل الآن ثلاثة مع ثلاثة، ثلاثة مع ثلاثة، هكذا دائما باستعمال البسطرة والقلم نقوم برسم هذه القطعة، وهكذا دواليك. جيد جدا، قمنا الآن بصلي، لاحظوا معي هذه القطع، واحد مع واحد، اثنان مع اثنان، ثلاثة مع ثلاثة، الآن سنمر لأربعة، سنصلها مع أربعة، ولاحظوا الشكل الهندسي الذي سنحصل عليه في الأخير. ممتاز، إذن سنصل أربعة، جيد، مع أربعة. لاحظوا الآن قمنا بإيصال أربعة مع أربعة، نفس الشيء بالنسبة لخمسة مع خمسة، هكذا ركزوا جيدا. ممتاز، لاحظوا ماذا أصبح يتشكل، لاحظوا سيتشكل شكل هندسي هنا في الأخير بعدما ننتهي من إيصال هذه الأرقام مع بعضها. جيد، سنمر الآن إلى ستة، ستة نحدد النقطة لأن القطعة تكون محصورة ما بين نقطتين، إذن هذه قطع. جيد، ستة الآن مع ستة، لاحظوا جيدا أصدقائي الصغار، لاحظوا هذه الأشكال الهندسية التي أصبحت تتشكل نتيجة رسم هذه القطع. سنمر الآن إلى سبعة، وسنصل سبعة مع سبعة، عفوا، سنصل سبعة مع سبعة، جيد جدا. إذن نفس الشيء بالنسبة لهذه الأرقام، ثمانية مع ثمانية، تسعة مع تسعة، أربعة عشر مع أربعة عشر، وهكذا. إذن سنقوم، سنصل أو سنقوم برسم القطعة ثمانية مع ثمانية، هكذا، مفهوم أصدقائي الصغار؟ ثم تسعة مع تسعة، واحد وثمانية مع ثمانية، قطع مستقيمة أو مستقيمية، ثم عشرة مع عشرة دائما باستعمال المسطرة والقلم، جيد جدا. ثم 11، سنصلها مع 11، هكذا 12 مع 12، جيد جدا. لاحظوا الشكل الهندسي الذي أصبح يتشكل، ممتاز. ثم 13 مع 13، هكذا. ثم سنصل 14 مع 14، جيد جدا. ممتاز أصدقائي الصغار، فبعدما قمنا بإيصال كل رقم بنفسه عن طريق رسم مجموعة من القطع،
لاحظوا جيدا، واحد مع واحد، اثنان مع اثنان، ثلاثة مع ثلاثة بواسطة رسم قطعين مستقيمية، أربعة مع أربعة، ثمانية مع ثمانية، تسعة مع تسعة، تكون لنا هذا الشكل، أو نعم هذا الشكل الهندسي الجميل. ممتاز أصدقائي الصغار، لاحظوا شكل هندسي ممتاز. إذن أصدقائي الصغار تدربوا على مثل هذا التمرين، فقوموا بإضافة أعداد أخرى وقوموا بإيصالها بواسطة قطع مستقيمية، وستحصلون على مجموعة من الأشكال الهندسية، ستحصلون على مجموعة من ماذا؟ من الأشكال الهندسية. ممتاز أصدقائي الصغار، إذن لاحظوا الشكل الهندسي المحصل عليه في الأخير. إذن لنمر إلى النشاط الموالي. السؤال يقول: أحيط المستقيم، الخط المستقيم بالأزرق والمنحني بالأحمر. سنعيد السؤال: أحيط الخط المستقيم بالأزرق والمنحني بالأحمر. إذن سأستخدم لونين، اللون الأزرق واللون الأحمر. وتعرفون أصدقائي الصغار أن المستقيم هو الذي تكون جميع نقاطه مستقيمة، والمنحني تكون أو يكون خط غير مستقيم، أي المستقيم في اتجاه واحد بطريقة مستقيمة. إذن سنحيط الخط المستقيم بالأزرق والمنحني بالأحمر. إذن لاحظوا لدينا هنا أصدقائي الصغار، لدينا مجموعة من الخطوط، إذن سنبحث جماعة عن الخطوط المستقيمة والخطوط المنحنية. جيد جدا. إذن لاحظوا الخط الأول، هذا الخط ممتاز، لاحظوا نقاطه، كيف هو هذا الخط؟ كيف هو هذا الخط؟ إذن هو خط مستقيم، خط مستقيم. إذن سنحيطه بأي لون؟ باللون الأزرق بهذه الطريقة. لماذا؟ لأنه خط مستقيم، مفهوم أصدقائي الصغار. إذن لنمر إلى الخط الموالي، فكروا معي جيدا. إذن هل هذا الخط هو خط منحني أم خط مستقيم؟ فكروا. إذن لاحظوا جيدا هذا الخط كيف هو، فهو مقوس. إذن هل هذا الخط مستقيم؟ لا. جيد جدا، إنه خط منحني. لاحظوا جيدا كيف هو. إذن سأحيطه بأي لون؟ بواسطة اللون الأحمر بهذه الطريقة هكذا. جيد جدا. إذن الخط الموالي لاحظوا كيف هو، قطع قطع إلى غير ذلك. إذن هذا الخط هل هو خط منحني أم خط مستقيم؟ جيد جدا، فكروا، لاحظوا جيدا. إذا قلنا هذا خط مستقيم أو مستقيم، لاحظوا هذا خط منحني. إذن هذا النوع من الخطوط هل هو خط مستقيم أم خط منحني؟ لا شك أصدقائي الصغار أنكم توصلتم إلى الجواب الصحيح. ممتاز، إنه خط منحني. جيد جدا، إنه خط منحني، وسنحيطه بواسطة اللون الأحمر. فبعدما
قمنا بإحاطة هذا الخط المستقيم باللون الأزرق وهذان الخطين باللون الأحمر. لاحظوا معي هذا الخط الأخير كيف هو في نظركم؟ هل هو خط مستقيمي أو خط منحني؟ بكل بساطة إنه خط مستقيمي، سنحيطه بطبيعة الحال بالأزرق، وحصلنا هنا على خطين مستقيميين وخطين منحنيين. مفهوم أصدقاء الصغار؟ الخط المستقيم تكون جميع نقاطه مستقيمية على عكس الخط المنحني. إذن خط مستقيمي، خط مستقيمي، خط منحني، خط منحني. جيد جدا. إذن لنمر إلى النشاط الثالث. إذن أصدقائي الصغار لنقوم بقراءة سؤال هذا النشاط. أول السؤال يقول: أستعمل المسطرة وأجد ثلاث نقط أخرى مستقيمية كما في المثال. لاحظوا لدينا هذه النقط مستقيمية، المطلوب منا هو سنجد ثلاث نقط مستقيمية كما هو مبين. لاحظوا لدينا هنا مجموعة من النقاط، ثم أرسم مستقيما يمر منها، ثم أرسم مستقيما يمر منها. إذن سنبحث عن ثلاث نقاط مستقيمية أو أكثر إن تطلب الأمر، ثم سنبحث عن مستقيم أو سنقوم برسم مستقيم يمر منها. جيد جدا. إذن فركزوا معي أصدقائي الصغار، لاحظوا جيدا هذه نقاط مستقيمية، المطلوب منا هو البحث عن ثلاث نقاط أو أكثر لرسم مستقيم. إذن لاحظوا معي جيدا، لاحظوا سنتأكد بواسطة المسطرة هل هذه النقاط مستقيمية. جيد جدا. إذن بطبيعة الحال هي نقاط مستقيمية، سنقوم برسم هذا المستقيم. لاحظوا هذه النقط كانت مرسومة بالأحمر، نوضحها الآن بالأسود. لاحظوا إذن هذا المستقيم فهو يقطع كذلك هذا المستقيم. ممتاز. إذن لنبحث عن نقط أخرى مستقيمية لنرى هذه النقط. لاحظوا جيدا هل هي مستقيمية؟ جيد جدا، إنها نقط مستقيمية كذلك. ممتاز. إذن هذه النقطة الأولى، النقطة الثانية، ثم النقطة الثالثة. لاحظوا معي سنكمل رسم هذا المستقيم. لاحظوا إذن هناك تقاطع ما بين هذا المستقيم وهذا المستقيم، لا زالت هناك نقط أخرى. إذن لنبحث عنها جماعة ودائما باستعمال المسطرة. إذن ماذا تلاحظون؟ إذن لنحدد هل هذه النقط مستقيمية، نعم أم لا. جيد. إذن ونرسم بهذا الشكل، إذن فهي كذلك نقط مستقيمية. ثم أعتقد نعم هذه النقط فهي كذلك النقط ثلاث كذلك مستقيمية. عفوا، يجب أن تكون نقط مستقيمية، فنقوم برسم المستطيل. جيد جدا. فبعدما استعملنا المسطرة وبحثنا عن ثلاث نقط مستقيمية حصلنا على هذه الأشكال الهندسية المختلفة. حصلنا على ماذا؟ على هذه الأشكال الهندسية المختلفة. إذن لاحظوا المستقيم الأول، المستقيم الثاني، المستقيم الثالث، المستقيم الرابع، المستقيم الخامس. فالملاحظ أن هذه المستقيمات تتقاطع مع بعضها البعض. مفهوم أصدقائي
الصغار. إذا لاحظوا جيدا، قمنا باستعمال المسطرة وقلم بربط ثلاث نقاط مستقيمية فيما بينها، وقمنا برسم مستقيم يمر منها أو يمر عبرها. إذن تدربوا على مثل هذا النشاط في منازلكم، خذوا دفاتر، قوموا برسم مجموعة من النقط وقوموا بإيصالها ببعضها البعض للحصول على مستقيمات. إذن أصدقائي الصغار، إلى هنا تنتهي حصتنا لهذا اليوم، إلى اللقاء في الحصة الموالية.